واصلت مديرية الصحة إطلاق القوافل العلاجية في قرى محافظة أسوان. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توجيه القافلة لقرية منيحة التابعة لمركز كومومبو من خلال 10 تخصصات علاجية مختلفة، وتوافر أكثر من 130 نوعا من العلاج الذي يصرف بالمجان. وقد عبر أبناء القرية عن شكرهم للرئيس السيسي الذي دفع بهذه القوافل العلاجية ووفر عليهم مشقة التنقل لعيادات الأطباء ودفع مبالغ مالية كبيرة في الكشف وشراء العلاج من الصيدليات. احنا النهاردة في قرية منيحة التابعة لمركز كومومبو بننفذ القوافل الطبية على مدار يومين. فكرة القوافل الطبية زي ما قلنا حضراتكم الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق والقرى الأكثر احتياجا والقرى المحرومة. زي ما قلت لحضراتكم بتنفذ القافلة على مدار يومين. القافلة عبارة عن مستشفى ميداني متحرك بيضم 10 تخصصات طبية مختلفة، بيضم صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، بيضم 2 معمل الطفيليات ومعمل الدم، عندنا خدمة الأشعة العادية، عندنا خدمة الأشعة التلفزيونية.